احنا اليوم في اطار برنامج الغرفه المسطر بسنه 2022 تنظم غرفه صناعه التقليديه للجنين والساقه الحمراء المعرض شبه جهوي باقليم السمارة موازة مع هذه الذكرى القالية وهي ذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة التي نحتفل بها جميعا كمغاربة كل سنة ولله الحمد. وهذا المعرض جاء في إطار استراتيجية الغرفة من طبيعة الحال من أجل تسويق المنتوج، من أجل تبادل الخبرات وتبادل كذلك الأفكار، لأن المعرض مشارك فيه مجموعة من الصناع على الصعيد الوطني وعلى صعيد كذلك الجهة، بالتالي هذا هو الدور الذي نقوم به، هو نسوق المنتج المحلي ونعرفه به. وهذا في إطار اليوم نظم المعرض كيف الأقاليم الأخرى اللي فيها معارض اللي نظمتهم الجهة على الصعيد الأقاليم الأربعة. من بعد الافتتاح ديال المعرض والولوج إلى قاعة المعارض بالسمارة، تم أيضا منح الوسام الذي أنعم به جلالة الملك محمد السادس نصره الله للصانعة التقليدية مريم البيلال متخصصة في المصنوعات الجلدية، وتم وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية، وقد سلم لها الوسام نيابة عن جلالته السيد عامر صاحب جلالة على إقليم السمارة. بالمناسبة أيضا تم توزيع شواهد التخرج المهني في برنامج التدرج المهني، اثنتين متفوقتين في مجال تخصصات الخياطة التقليدية، أعلى معدل في الخياطة التقليدية وأعلى معدل في الزرابي، من أصل 109 مستفيدين من برنامج التدرج المهني خريجي 2021-2022. أيضا بالموازاة تم منح في هذا الحفل تكريمات من طرف اللجنة غرفة الصناعة التقليدية وباقي أعضاء اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة وهذا المعرض الهام لمجموعة من الشخصيات الحاضرة في هذا الحفل الافتتاحي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكر رئيس الغرفه على هذه المبادره القيمه اللي صراحه غتنفع الشباب اللي هما الشباب قادمين على باش يخرجوا لسوق الشغل، ونتمنوا باش هذه المبادره تعمم في جميع الاقاليم لانها مبادره قيمه بالنسبه للشباب، لانهم باثر كوفيد لان عامين والناس ما خداماش. هذه المبادره صراحه للشباب عجبتنا بزاف وفي مدينه السمره، ونتمنى تعمم في جميع أقاليم الجنوبية والأقاليم الأخرى بالنسبة للشباب والشابات الحرفيين والحرفيات. الصنعة عندنا دار الصنعة بالربيب، داكشي ديال زمان باقي عندنا حنا ما فرطناش فيه، بقى أنا اللي بقيت فيه ما بيتش نفرط فيه. باش احنا عندنا البنات تكوينات، عندنا تكوينات نديروهم، نديرو الزربية وتنديرو الخياطة. أنا بيت ما بغيتش هاد الحرفة نطلق منها باش ما تمشيش، أنا بغيت نبقى مستمرة فيها ونعلمها الأجيال ديالنا على حسب الزربية، حسب الزربية وشحال تتجلس فيها، وعلى حسب الناس اللي معايا. أنا معايا العيالات هما تيعرفوا الأقدمية تنتعلموا منهم. ثمن تقريبا؟ ثمن على حسب الزربية، على حسب الدراع، فهمتي، على حسب الدراع، على حسب الدراع شحال تيدير. بحال الزربية كاينة اللي هادي 15000، بحال هادي 15 هي، على حسب الصوف شحال داير. هذا غالي عندنا، هاد الخيط غالي شوية، داكشي علاش. واخا يكون الطرك واخا، وهاد الزربية ما نفرطوش فيها، أي واحد تيبغيها، أي واحد تيبغيها. عندنا تنديرو حنا غير بليسات صغار بحال شكل صندولية، تتعلق في ديرها في الكادر، تتعلق عادة في الصالونات، عادو تيديرهم فوق بيت النعاس مثلا، تغطو بهم بحال شكل كوفرلي عاد بزاف. حيت وفيها الحنبل، كاين الحنبل تاني بهادو، هما شتيهم هادو، حنا برا معروفين تيضغطو بحال الكوفر لي هادو. زعما الزربيه ما نقدرش نفرطو فيها، انا بعدا كاع ما نفرطش فيها الزربيه.